بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم ومع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج فضائل. أسعد بكم أينما كنتم، أسعد بضيفي الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، فباسمكم جميعا نرحب به، فحياك الله شيخ سعد. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في فضائل، وعسى الله جل وعلا أن يدلنا إلى فضائل الأعمال وأن يختم بالسعادة آجالنا، اللهم آمين. اللهم آمين. مشاهدينا، في برنامج فضائل في كل أسبوع نطرح فضيلة بين أيديكم، نستمتع من طرح فضيلة الشيخ سعد العتيق ونستفيد بإذن الله تعالى. هذا البرنامج هو برعاية مكتب الدعوة بالقريات. الأسبوع الماضي وجهنا لكم سؤال والأجوبة وصلت وها هي بين أيدينا، بآخر الحلقة بإذن الله سنعلن عن فائز واحد فقط وله جائزة لابتوب كما تعودتم. حديثنا اليوم مع الشيخ سعد عن فضيلة أو فضل الصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليه، كم كانوا الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يصلون عليه، معنى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة سنتطرق لها في هذه الحلقة. نسعد باتصالاتكم، رقم الهاتف أسفل الشاشة يخرج لكم، وكذلك عبر هاشتاغ برنامج فضائل عبر تويتر، فحياكم الله أينما كنتم. أبدأ معك شيخنا، حديثنا اليوم عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننطلق، إذا أحببنا محمد عليه الصلاة والسلام أكيد بأننا سنصلي ونسلم عليه، اللهم صل. فكيف نحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حقيقة، وهل تطيب الحياة إلا بالصلاة والسلام على خير الورى؟ صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل. كل نعمة في هذه الحياة، بأن ننقذ من النار ومن الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، كانت بدلالته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول. هو الذي هدانا بهداية الله جل وعلا لنا، وابتعثه الله لهذه الأمة ليخرجها من الظلام إلى الهدى، من النور، من الظلام إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى. ولذلك لا يوجد أحد في حياتك أيها المؤمن له معروف عليك من الخلق إلا هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول. ولذلك حبه عليه الصلاة والسلام أصل ودين، بل هو أكسجين الحياة كلها، أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ربك، لأن الله أخرجك به من كل هم وغم وضيق وضلال إلى أنوار التوحيد وأنوار الوحي وأنوار السعادة. ولذلك أيها الأحباب، كان السلف الصالح من حبهم له، كانوا إذا نظروا إليه في طرقات المدينة قالوا: يا رسول الله، غدا ترفع وتكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء، كيف نصل إليك؟ من حبهم يريدون أن يروه في الجنة، تعلق بالحبيب، تعلق حب عظيم، حتى بعضهم ينظر إليه فتدمع عينه شوقا إليه وهو بين يديه. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم: أين تذهب يا رسول الله؟ أي في الآخرة. فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا عزاء لكل المحبين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طاعة الله وطاعة رسوله، ومن طاعة الله أن نصلي على من أمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله العظيم الجليل الملك القدير، وهو الذي خلق محمدا عليه الصلاة والسلام، فجعله خير الورى وخير من وطئ الثرى وخير من انفتق عنه رحم وخير من سينشق عنه قبر وصاحب اللواء وصاحب الحوض وصاحب الشفاعة وأول داخل إلى جنات النعيم، ولا تتطهر الأفواه إلا بالصلاة عليه. صل عليه فإن صلاتك تبلغه، وقد أوكل الله ملكا يرد على كل من صلى عليه صلاته. حبه صلى الله عليه وسلم ليس دعاوى. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون أن الحب دعاوى. رأوه وتكحلت عيونهم برؤيته. صلوا عليه وهو يسمع، وأتوا إليه يشتكون الهم فدلهم للصلاة والسلام عليه. أما يكفي أن الله جل وعلا جعل الأذان شعيرة الإسلام الخالدة، نعم، التي تطرد الشياطين وتدخل الطمأنينة إلى بيوتنا وإلى حياتنا وإلى قلوبنا؟ يقول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله.
حتى يا عبد الله يذكرك أن الشهادة لله بالتوحيد ركن من أركان الشهادة، والركن الثاني من أركانها أن تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تشهد له بالنبوة والرسالة. بل إن الدخول إلى هذا الإسلام لا يمكن الإنسان يعصم دمه وماله ويكون له ما علينا ولنا ما له ما لنا وله وعليه ما علينا، لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتبعها بشهادة أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك قال بعض السلف: إن كانت أمك أخرجتك من رحمها إلى الحياة فإن محمدا أخرجك الله به من النار إلى الجنة. الله أكبر. الله فلا بد أن تحبه صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أن تحبه أكثر من نفسك. يا الله، أرأيت هذه النفس؟ نعم. في واحد يحب تحب أكثر ما أحد؟ يا أخي ما نكذب على أنفسنا، أنا ممكن أقول أحب أمي أكثر من نفسي، ولكن في النهاية في مراحل من المراحل نفسي نفسك صح. نفسي صحيح. ولكن في الحياة لو أحببت نفسك أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام لانصدع إيمانك. ولذلك عندما قال الفاروق عمر: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، ما وهل هداك الله يا عمر من معك سيف كنت تريد أن تقتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وكنت من الغضاضة والفظاظة ما الله به عليهم قبل إسلامك. نعم. وهل أنقذك الله من النار إلى الجنة إلا به؟ فجلس عمر وقفة تفكر وترتيب أولويات واستبطن نفسه، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إنك أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن بلغت ذروة الإيمان. نعم. ولذلك أحبابي إذا تكلمنا عن فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن لا تتطهر الأفواه إلا بذلك، ولا تتشنف الآذان إلا بذلك. نعم. ولا يمكن تستغني عن هذا النبي أحدهم عليه صلاة والسلام. أحدهم قال لأحد العلماء: أريد أن أحج لرسول الله، يعني بحج الحج القادم لرسول الله، أبحج عنه، له فضل علينا وعلى الأمة، أبي أختم القرآن وأعطيه أجري، أريد أن أصلي أن أحج وأعطيه حجي. فتبسم العالم فقال: قال: وهل تعتقد أن حجك إذا كان لنفسك ليس لرسول الله مثله؟ الله أكبر. كل أعمال الأمة عن بكرة أبيها، صلاتنا، صيامنا، ذكرنا، طاعاتنا، صدقاتنا، برنا، وهل هدانا ربي إلا به؟ فكل من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. صلوات ربي وسلامه. ولذلك أحبابي نحن نريد في هذه الحلقة أن نترجم العواطف الجميلة الجياشة المشتاقة. أنا أعرف بعض الشيبان في عصرنا هذا إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم اختلطت صلاته وسلامه بدمعه وعبرته. وليش؟ إيش المشاعر اللي عنده يا شيخ؟ عنده يا شيخ شوق إلى الكوثر، شوق إلى, 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 إلى الأرائك أن يجلس بجواره عليه الصلاة والسلام، شوق إلى رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، يا معاشر المشتاقين، أما اشتقتم لرسول الله؟ اللهم صل. أما وربي طارت قلوبكم إلى بلاد الأفراح فرحا وحبا؟ يا إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، تشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا، كيف لا نحبه؟ ويوم القيامة، يوم القيامة له منزلة عظيمة تسمو على جميع منازل الخلق، ألا وهي منزلة الشفاعة العظمى. يوم أن يشفع، ومن سأل الله ليشفع الوسيلة حلت له شفاعتي. إذا سمعنا الأذان ورددنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة، الله أكبر، الله أكبر، ثم سألت الله: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والدعاء معروف، من سأل بعضنا مشغول في الأذان يا أبو عبد الله، بعضنا مشغول بجواله، بعضنا يصلي لكن ما لا يحرك في قلبه شوقا الأذان. نعم. الأذان خمس مرات يطرق مسامعنا حتى نشتاق لتوحيد ربنا. نعم. وحتى نشتاق إلى لقاء نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك حياتك أوقفها، ودولاب الحياة الذي يسير بسرعة وقف. نعم. واترك اللي حولك والسوالف، ولو كنت تتحدث، لو كنت تعظ الناس تعظهم؟ نعم. تحدثهم عن الجنة والنار؟ قف واسكت وأنصت واستنصت، ثم تابع الأذان، ثم
ثم اسألوا لمحمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة لأنها منزلة عالية. فمن كان يسأل لنبينا الوسيلة عليه الصلاة والسلام الجائزة يوم القيامة حلت لك الشفاعة. تصور عاد النار لها 70,000 زمام، نعم، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. من صفات الملك اللي يجذب النار أكثر من 4,000,000,000 ملك، نعم، بعضهم شحمة أذنه، من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 70 عام، وفي رواية 40 عام، تكاد تميز من الغيظ. ثم يأتي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، فيقول ناصر أبو عبد الإله أشفع له يا ربي لأنه دائم الصلاة علي ودائم السؤال الوسيلة لي. فمن الله إذا قبل من لنبيه أن يشفع فقد شفعه. الله أكبر. أسأل الله أن يجعلنا من المحبين الخالصين. جميل شيخنا. الآن قبل أن نتكلم عن الفضائل وفضل الصلاة والسلام على رسول الله، نريد يعني أن نعرف، وبعضنا يعرف والبعض الآخر ربما لا يعي ولا يستشعر، ماذا قدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأمته؟ ماذا قدم لنا يا شيخ؟ والله السؤال من عظمه ومن اتساعه يقف الإنسان حائرا ماذا يقول. نعم، يعني هل يوجد عندنا نعمة أغلى من الإسلام؟ يعني هل البترول أغلى؟ هل الأمن أغلى؟ هل الطعام أغلى؟ هل الأبناء والزوجات أغلى؟ لا وربي، أغلى نعمة يرفل بها المسلم في الحياة، نعم، أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله، رضيت بالله. والحبيب يقول ذاق حلاوة الإيمان، من بنى بيت؟ لا. شرى سيارة؟ لا. قال ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبيا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر. قدم لنا عليه الصلاة والسلام، باختصار قدم لنا النور، قدم لنا الهداية، قدم لنا السعادة، قدم لنا الطمأنينة، قدم لنا النجاة، أحبنا حتى اشتاق إلينا، اشتاق إلينا عليه الصلاة والسلام، واشتاق حتى قال أصحابه، قال وددت أني رأيت إخواني، قالوا ألسنا إخوان؟ قال أنتم أصحابي. يا الله، إخواني هم القوم الذين لم يأتوا بعد، يحبهم. الله، بل جعل الصابر في هذه الأمة آخر العمر، نعم، الصابر على دينه القابض على الجمر أجره كأجر 50 صحابي. الله أكبر. انظر من البشائر النبوية. الله أكبر. ولذلك أحبابي، الذي لا يسير إلى الله عبر هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وهدي الوحي الأول القرآن لا يصل إلى السعادة. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يا أخوان، لو قدم لك إنسان قرضة، لو قدم لك سيارة، لو قدم لك كأس ماء على ظمأ، لو وصلك مشوار من نقطة إلى نقطة، لملكك هذا بمعروف لا تنساه. صحيح. صحيح. فكيف بالذي أنقذك الله به من النار إلى الجنة؟ الله أكبر. كم من إنسان الآن على وجه الأرض يعبد الصليب ويعبد الوثن ويعبد البقر ويعبد الحمير والنمل. أيوة الله. وأنت، أيوة الله، تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اللهم لك الحمد. بهداية هذا النبي العظيم. إذن هو رحمة. رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة. ولذلك الله جل وعلا رباه وصنعه على عينه واجتباه واصطفاه وآواه وهو خليل الرحمن. وإن كان يعني، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. ولذلك الصلاة والسلام عليه، صلوا عليه الحلقة هذه وعليه، بس فقط نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفينا شرفا، لأنها وربي نور. معناها أيضا الصلاة الآن قدم لنا شيء، أنا رد له بعضا من جميله، بعضا من معروفه. أيوة الله. الله 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 يصلي عليه، فكيف بنحن؟ اللهم صل على رسول الله. الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره واصطفاه صلوات ربي وسلامه يصلي عليه. جبريل أوحى إليه، جبريل قال يا محمد إني أصلي على كل من صلى عليك من أمتك. الله فسجد أكبر. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. سجد فسألوه، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أنه يصلي. جبريل هو سيد الملائكة في السماء، كما أن محمد بن عبد الله سيد الأرض كلها. نعم. نعم، هو سيد. يعني من حب جبريل لأمة محمد وحبه بالذات اللي يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه. وإذا صلى جبريل معنى ذلك دعاء منه، الله أن الله يجتبيك الله، أن يعطيك الله، أن يثني عليك الله. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على. والله يا شيخ، إن لو خرج الإنسان من الصباح حتى ينتهي المغرب وثم من المغرب إلى الفجر وهو إنما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الله،
لأنه يعيش في أعظم جنة وأعظم حديقة، أعظم حديقة في الحياة. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على وسلم. جميل شيخنا، الآن يعني بعد كلامك هذا الآن عرفنا ماذا قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته، أخرجنا من الظلمات إلى النور، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دلائل يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ممكن أنا أعرف هل أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنا مقصر في محبته؟ هل هناك دلائل؟ في دليل في القرآن، فضح، يقول بعض العلماء أن الله فضح كل مدع لحبه بهذه الآية. وش هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر، فاتبعوني. الاتباع معنى ذلك تقديم مراد الله ورسوله على مراد النفس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني الذي لا يستجيب لهديه ولا لأمره ميت حتى ولو له لسان وشفتين. من أدلة حبه أن تتبعه، فإذا كنت تتبع، يا أخوان الصحابة كانوا يتبعون يتتبعون، حتى ابن عمر كان في طريق الهجرة يمشي بناقته يقول لعل خفا تقع على خف ولو قضى حاجة خلف صخرة، مع أننا لسنا مطالبين بالاتباع في هذا، لأن هذه من الجبليات والفطريات. لكنه نتكلم عن أنه من حبهم له يسألون ألي للرسول صلى الله عليه وسلم، أله سنة، أله هدي؟ حبه صلى الله عليه وسلم دليله أن تتبع. وإذا كنت يا شيخ في ثوب، بعضنا الثوب ما استطاع يتبع، في وجهه ما استطاع يتبع، إذن هنا مخالفة في سماعه، في كلامه، في هدي، حتى في الطعام، الطعام ما يتبع، مع أنه قادر أنه يسمي وأن يأكل مما يليه وأن يجمع الناس على طعامه، وأن ما يستطيع. لذلك أحبابي الصلاة والسلام على رسول الله لا يلزمها إلا المحبين الصادقين، لأنهم يأنسون بها. أما الحين بعضنا إذا جالس قاعد يهيجن، الله يجزاه خير، وهذا يدندن ببعض الأغنيات، وذاك يدندن ببعض الشيلات، وذاك يدندن ببعض الكلمات، عايش جو بل بعضهم يغني في الحمام مبسوط، نسأل الله العافية سمع أنه مكان الشياطين. بعضهم عايش جو، وبعضهم لا سعادة له إلا إذا عقد أنامله بين تسبيحة وتهليلة وصلاة وسلام على رسول الله. ولذلك السؤال اللي بتسألني خلني أسأل نفسي، طيب ما هو فضل الصلاة والسلام على رسول الله؟ كثير، لكن اذكر لي فضل منها. ومن هو من أعظم ما ذكر في السنة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل على رسول أبي، أو أي، نعم أظنه أبي ابن كعب، نعم أبي بن كعب رضي الله عنه، أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الهم، يشتكي الهم. أسألكم بالله يا من يشاهدنا، من الذي ما زاره الهم يوما؟ من الذي خلى قلبه من الكدر يوما؟ الله المستعان. ديرة أقول ديار الأحزان مهي بالأفراح، ما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، وما أضحكت إلا وأبكت، وما ولدت إلا ويتمت، هذه طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار أو الأكدار والأحزان، اللي هي المهم منها هم، اللي كاد كل واحد منا ماخذ نصيبه من الهم. اي أيوة والله، دين، مرض، غم، زوجه تشتكي، زوجها، عقوق ابناء، عقوق ابناء الى غيره. احبابي اتى يشتكي اليه صلى الله عليه وسلم، ويذكر ابي لرسول الله عليه الصلاه والسلام انه يدعو دائما، يعني كل واحد منا له ورد من الدعاء. كم اجعل لك يا رسول الله من دعائي؟ يعني من صلاتي، هو قال في الحديث صلاتي مراد بها دعائي. أجعل لك يا رسول الله ربعها، يعني إذا كان 10 دقائق، دقيقتين ونص خليها أصلي وسلم عليك. قال إن شئت، وإن زئت فحسن، أفضل. قال ثلثها إن شئت، وإن زدت فخير، ثلثيها شطرها، ثم قال ثلثي، ثم قال أجعل صلاتي لك كلها، يعني أنا 10 دقائق أدعو ما أرفع يدي إلى السماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على، بس أردد الصلاة والدعاء، صلاتي عليك يا رسول الله فقط. قال الحبيب إن فعلت ذلك كفيت همك وغفر ذنبك، وفي أكبر رواية وقضي دينك. الله أكبر، بالصلاة والسلام على رسول الله. بس الصلاة والسلام على رسول الله، بوابة السعادة في الحياة أن تصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. يعني أنت عندك هموم في قلبك، وأنت عندك هموم في قلبك،
مغموم مهموم ضايق وتبغى تتفرج، ألا يعلم الله ما في الصدور؟ أليس العليم بذات الصدور؟ ألا يعلم ما تخفي صدورنا وتكن صدورنا؟ لا والله، لذلك ما تحتاج تتكلم، بس صلي على رسول الله في دعائك، فسيقلب الله همك فرحا، الله وضيقك فرجا، ويقضي دينك ويغفر ذنبك. الله أكبر. أحبابي، سبحان الله الكريم، كم خسرنا في حياتنا من مواقف، بعضنا يدعو ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ما افتتح. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من فضائل الذكر والدعاء أن تستفتحه بصلاة وسلام على رسول الله، وتختتمه بالصلاة والسلام على رسول الله. بل قال بعض في رواية في حديث لا بأس به، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. احيانا تدعو 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 لكنك ما ترفع الدعاء بالصلاه والسلام عليه. انت يا مهتدي، يا مسلم، اعيدها، يا مسلم، يا مسلمه، وهل اسلمت واستسلمت وانبت الا بدلالته هو عليه الصلاه والسلام لك في الجنه؟ فلماذا تنساه عند دعائك؟ اللهم صل على رسول الله. ابي ايوب قال الحبيب له، اذا هو قال ربعه، نصفه، شطره، ثلثيه، ثم في النهايه لما قال ان زدت خير أفضل أحسن، قال إذن يا رسول الله أجعل دعائي كله. طبعا عشر دقائق اللي قلت هذا من عندي، لكن لا أدري كم، لكن الإنسان كل أدرى بنفسه. صحيح. فإذا رأيت الإنسان دائما يرفع اليدين ولا يمل من إنزالها، فاعلم أن الله أحبه، وهو سبحانه إذا أحبك ويسر لك الدعاء فاعلم أنه وعدك بالإجابة لا محالة، ما خلاك تطق الباب إلا بيفتح لك. الله أكبر. وأبي بن كعب لم يطبق مثل هذا إلا أنه وجد هناك ثمرات في الصلاة على رسول الله، فقضي همه. بل يا أحبابي، قصص، أنا لا أريد أن أذكر قصص من المعاصرين كثيرا، عطل لو حيدة على ما يقولون واحد واحد. أنا أذكر أن رجل سجن، كاد سيسجن في دين لأبيه. نعم. هو بر بأبيه. نعم. بر بأبيه، ولكن الدين أبوه مات، فلا يريد أن يسجن والده. طيب. في حياته مات أبوه، قال للدائن انقل الدين علي. لما ذهب للقاضي أعطاه القاضي مهلة. نعم. فخرج، وبعد ثلاثة أشهر القاضي من رأى وجهه رأى فيه الرضا، ورأى أنه تحمل الدين برا بأبيه. نعم. وله ما له ذنب. فلما عاد ابتسم، قال جمعت الدين؟ قال لم أستطع، وأنا جاهز للسجن. فأخرج الشيك القاضي وأعطاه الدائن. عجيب. قال أنت قاضي وأنت تسدد عني؟ قال ليس أنا، أحد رجال الأعمال. قال أسألك بالله قبل ما أقول، إن طلعت من عندي وأنا انشغلت بدينك حتى أوفيت عنك، ماذا كنت تصنع؟ لا إله. قال وقتي كله بين صلاة وسلام على رسول الله واستغفار. الله أكبر. واستغفار. استغفار. لزمت الاستغفار ولزمت الصلاة والسلام على رسول الله. كم تستغفر؟ قال أكثر من 13,000 مرة. الله أكبر. اسمع اللي لسانه، هذا الذي لسانه رطبا بذكر الله. والله. يا أخي، يقول أحد المشايخ، أظن الشيخ محمد حسان. نعم. أنه بنت صغيرة عمرها 14 سنة أو 15 سنة، تقول يا شيخ أني أرى رسول الله، فلما سألها عن أوصافه فوصفته له. نعم. قال فإذا أوصافها التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفلة ما بعد قرأت ولا. نعم. قال فإذا هي الأوصاف التي ثبتت بها السنة. الله أكبر. قالت أني أراه في الأسبوع مرة ومرتين. لا إله إلا الله. فقال يا بنتي كم تصلين عليه؟ فأنزلت عينها ونظرت إليه، قالت 10,000 مرة. 10,000 مرة في اليوم؟ في اليوم. لا إله إلا الله. هذا نقلا عن الشيخ محمد حسان، سبحان الله، حفظه، وهو حي موجود. نعم. يعني يا أحبابي، نحن نقول لبعضنا، بعضنا يا أخواني يذكر كل شيء إلا ربه، ويذكر كل شيء إلا نبيه. وذكر غير الله وترك الصلاة والسلام على رسول الله هي أحد أسباب الهم. إذا كان الذي يدعو الله فيجعل الدعاء كله يكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه، نعم، معنى ذلك إذا أنت نسيت الصلاة والسلام على رسول الله وذكر الله، نعم، فالهم يسكن صدرك، والدين يقطع فرحتك بحياتك، ولربما ذنوبك تكون فوق رأسك تسقط عليك كالجبل. أيوة الله. لذا علينا أحبابي في هذا اللقاء بس تذكار، صل عليه واجعل من أورادك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما تلاحظ الصلاة المكتوبة من أركانها أن تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. نعم. بل إن الصحيح في الصلاة الإبراهيمية أنه يصح للإنسان أن يقولها في التشهد الأول
والتشهد الثاني. سبحان الله. يعني لو أن الإمام أطال في التشهد يقرأ بترسل التحيات وأنت ما شاء الله انتهيت ممتاز ماشي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعضهم يسكت واصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، وأكملها فإنها مما تعطر فمك ومما تزيدك أجرا، بل نص على ذلك جمع من أهل العلم. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبابي معناها أن الذي لا يكثر الصلاة والسلام عليه دعوى محبته لرسول الله ناقصة ناقصة، وما بي أصفها بغير كلمة ناقصة. ولا أريد أن أقول أنه في ذلك ادعاؤه غير صادق، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. طيب يا شيخ، الآن لو سألنا أي واحد الآن يتابعنا قلنا تحب محمد صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن كل مسلم راح يقول أنا أحب محمد عليه الصلاة والسلام. من خلال طرحك، إذا الواحد قصر في الصلاة على رسول الله، قصر وخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هل نقول على رسلك ترى كنت لا تحب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الحب؟ هل نقول كذا؟ حبك شوبة شائبة؟ صحيح، نحن لا نستطيع أن نتهمه بذلك، لكن نقول كل منا يحاكم نفسه. أنا ما أقدر أقول يا فلان أنت ما تحب رسول الله، يمكن تصلي عليه وأنا ما أدري عنه. كل واحد أدرى بنفسه، كل واحد أعلم بنفسه. إذا كنت في اليوم ما تصلي عليه مئات المرات، أحبابي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على رسول الله. أحبابي لو قيل الواحد عطني ريال وأعطيك عشرة ريال تمل من إعطاء الريالات؟ لا. الريال بعشرة ريال ما حد يمل، ما حد يمل والله، ان كل منا استزدنا تلقانا نتسلف. صحيح، لان اريد ان اعطيك لتعطيني. صحيح. ثم انك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مره واحده فيصلي الله عليك بها عشرة، تصور لو تصلي على محمد عليه الصلاه والسلام ألف مره. شيخ معلش انا ابغى افهم ايش معنى الصلاه والسلام على رسول الله عشان نعيش معك الحديث هذا ونعيش معك الفضل كذلك، ايش معنى الصلاه والسلام على رسول الله؟ اذا قلت صلى الله وسلم على نبينا محمد تقول يا ربي أثني وامدح محمد بن عبد الله في الملأ الأعلى. يا ربي امدح وأثني على محمد، أثني على محمد، لأن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه. نعم، ثناؤه في الملأ الأعلى. ملأ الأعلى من هم؟ الملائكة. ملائكة. الملائكة والنبيين يصلي عليه يثني عليه. نعم. أحبابي لو أن أحدا منا داخل قصر أفراح، طيب، ويحاضر 10,000، فقام أعظم رجل في القصر، رجل كبير ولا أمير ولا وزير، فمسك الميكروفون قال فلان ابن فلان بيض الله وجهك، أنت اللي فعلت وأنت أفضل من عرفنا وأنت صاحب، إذا كان من أهل اللي يحبون المدح والترزز ينتفخ ولا ما ينتفخ؟ ينتشي. ليه؟ لأنه أثنى عليه. لكن لو جاء في إذنه وقال أنت والله ونعم جزاك، قال طيب، هز راسه. صحيح. ولذلك الثناء، ولذلك الأطفال لو ثنيت عليه، طبعا هذا مثال، وإلا لا ينبغي للمسلم أن يتحرى ثناء الناس عليه. صحيح. لا في مجامع ولا في غيره، يعمل لله جل وعلا، لكن الله إذا أثنى عليك انتهت الآمال عنده سبحانه وتعالى. سبحانه. فإذا أثنى عليك معناه أثنى عليك في الملأ الأعلى، أنك عبده العظيم قدرا عنده. الله. فإذا أثنى عليك أعطاك سؤلك، أعطى محمدا الوسيلة، أعطاه المنزلة، أعطاه إجابة الدعوات، أعطاه منزلة الشفاعة. لذلك نحن إذا قلنا اللهم صل على محمد كأننا نقول يا ربي أثني على نبينا من هديتنا به في ملأ أعلى، فكلما تثني عليه يثني الله عليك. عاد شوف النعمة، الله أكبر. إذا أثنيت أثنى عليك. طيب، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. والعجيب هو ليس الله وحده جل وعلا، ويكفي العبد ثناء الله. نعم. لكن يجعل ملائكته يصلون على النبي ويصلون على من صلى على النبي. يعني أنا أذكر في الملأ الأعلى. نعم. إذا صليت على رسول الله، إذا صليت على رسول الله يصلي عليك الله أيضا بالثناء عليك، أن عبدا من عبادي أثنى على صفوة الخلق عنه. الله أكبر. وخير من خلق الله محمد، يعني يذكر اسمي في الملأ الأعلى. نعم. بأن ناصر صلى على رسول الله، ناصر الغامدي صلى عليك على محمد، فيثنى عليك في الملأ الأعلى. الله أكبر. والله يا أحبابي منزلة، والله منزلة عظيمة، والله منزلة عظيمة. لكن بعضهم فرطين، والله يا أخي الآن عائدين للدوامات بعض الناس، لو يجي اجتماع المدير يجتمع يقول فلان ونعم والله ما نستغني عنك، أنت صاحب اللي مدري وش، ها ولا يجيه خطاب شكر، ينتشي ينتشي ويفرح. أيوة، وهم مساكين البشر، ترى البشر إذا أثنوا عليك إنما يثنون على ستر الله عليك، مو بيثنون اللي عندك. والله لو يعلمون الناس ما عندنا ما حتسلم علينا. أيوة، لكنه ستره سبحانه، فلو أثنوا ثناؤهم يشوبه النقص. صحيح. لكن إذا أثنى العظيم
فهو يزكيك ظاهرا وباطنا، لأنه يعلم سرك وأخفى من سرك وما توسوس به نفسك. ولذلك أحبابي امدحوا أنفسكم عند ربي، اثنوا على أنفسكم عند الله بصلاتكم وسلامكم على خير الورى، فصلوا عليه، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثناء الله لي نذكر اسمي، ايش معناها؟ ايش يوضح لي؟ يوضح لك أنه قد رضي عنك يا الله، وأن كل ما وعدك به سيحققه لك. الله أكبر. وأنك ستكون أولى بشفاعة هذا الذي أنت صليت عليه يا الله. إذا ضاقت السبل وعرق الناس كنت من أولى الناس بشفاعته، أولى شفاعة برسول الله، أولاهم أكثر صلاة وسلام عليه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. شيخنا سبحان الله العظيم، وأنت تتكلم الآن بعدما فسرت معنى الصلاة والسلام على رسول الله، يعني يدور في ذهني بأننا نسمع الأحاديث ونصلي على رسول الله اتباع ونريد القرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما فسرت الآن أنا أعتقد أن الآن أنا وكل من يشاهدنا بإذن الله نعد أنفسنا بأننا نتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله حتى يثنى علينا في الملأ الأعلى. الله أكبر. ثم إذا أثني عليك في الملأ الأعلى تحققت أمنياتك، لأن الله قد رضي عليك، فإذا رضي عليك أعطاك، وأقل ما يعطيك الدنيا التي أنت فيها. ولذلك قال يكفى همك، يغفر ذنبك، وفي رواية ويقضى دينك. معنى ذلك من عاجل بشرى المصلين على خير الوراء، والله لو لم يعطينا الله من صلاتنا وسلامنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن شفاعة تحل لنا. أحبابي من منكم ما تريدون أحدا يشفع لكم إذا ضاقت بكم السبل، إذا أظلم، إذا حشرنا حفاة عراة غرلا، الشمس قد دنت والنار قد جذبت، والعالم في كل تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يأتيك محمد بن عبد الله يأخذ بيدك لتعبر الصراط لتشرب من كوثره، الكوثر الذي أعطاه الله نبيه. أما تريد ذلك؟ أنت إذا بغيت وظائف يا شباب تدور لك واسطة وتسحب شيبان، تسحب شيبان وناس ببشوتهم عسى أن يكون يعرف عند المؤسسة هذه والشركة هذه والكلية هذه. تريد الشفاعة الحقيقية، الشفاعة التي بعدها النجاة التي لا خسارة بعدها، إلا يزال لسانك رطبا بالصلاة والسلام عليه في مشيك، في سيارتك، في نومك، في يقظتك، في تحركك. يا أخي خلها ثقافة يومية، وهو من ذكر الله، وهو من ذكر الله، لأن الذي أمرك بالصلاة هو الله. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولاحظ الأمر. والأمر هنا يقتضي الوجوب. العلماء اختلفوا في قضية الصلاة والسلام على رسول الله، هل هي واجبة؟ بعضهم قال واجبة في العمر مرة، وبعضهم قال واجبة عند الذكر، وبعضهم قال واجبة دائما ومن تركه فقد جفى عنه. لكن لقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك صلوا أمر، والأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب. وليس هناك قرينة تصرف عن الوجوب. ولذلك أحبابي والله يا أخي مروءة، مروءة، خلك لو مهو بدين، مروءة. صحيح. اصطفاه الله من خلقه وجعله خاتم أنبيائه وجعل أمته خير الأمم وخاتم الأمم وشاهدة على الأمم وأوسط الأمم، وهو الذي بكى شوقا إلينا، وهو الذي سيشفع لنا، وهو الذي نسمع الأذان باسمه، وثم بعد ذلك نجفو عنه وننسى عنه. يا أخي بعض الآباء لو ما تدعي له ولا تشكر له قال أنت يا بني عاق عطيتك وسويت لكم، مع أنه من عطاء الله. لذا أنا أقول نعم، لا تكونوا بخلاء في فضائل اليوم، نريد أن ننفي أبو عبد الإله البخل عنا دائما. أتدرون من البخيل؟ قالوا لا يا رسول الله ورسوله أعلم. قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على رسول الله. هل محمد صلى الله عليه وسلم يرد علي السلام؟ جميل. حينما أصلي عليه وأسلم؟ ما أجمل سؤالك وما أجمل الجواب اللي هو من نص السنة النبوية. يعني أحبابي عندما قال الصحابة، عندما قال أنه كل من صلى علي، يعني أني من صلى عليه أنه يرد عليه، قال بعض الصحابة وقد أرمت يا رسول الله، يعني أنك أن الأرض قد أكلت. قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وقد أوكل الله ملكا
يرد على كل من صلى عليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل بل صل. قال وصلاتكم تبلغني. يا زينها يا أخي من خبر إيه. الناصر وسعد وفلان تراهم يصلون عليك من أتباعك ما رأوك يا رسول الله لكنهم يصلون عليك. أحبابي ما تحبون أن يخبر الملك ينبئ رسول الله أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن اسمك يرفع مهض مع أسماء المقبولين في الجامعات ولا في اللي طلعت أسماءهم في صندوق التنمية نفرح أنه بالجامعات والتنمية والوظائف لكن ما ودك يرفع مع كشوف كشوف مو وزارة الإسكان لا كشوف المصلين على خير الورى عليه الصلاة والسلام فيقال فلان صلى عليك فيرضى لرضى الله ثم يشفع فتكون تحل لك شفاعته فتحل. ولذلك أحبابي هناك في الدنيا ناس أنوفهم مرغمة يعني أنفه مرغم مهموم مغموم أنفه في الرغام والصغار والتراب والرماد تدري من هو؟ من هو؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صلي وسلم عليه. هذا الذي إذا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام ثم لم يذكر عليه وتلاحظ يا شيخ تصدق بعضنا الآن حتى المصورين أنا أدعوهم إلى أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه تذكر بعضنا أحيانا يا شيخ يقول قال عليه الصلاة والسلام في هزراسة يا أخي عليه الصلاة والسلام اللهم صل يا مسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم حتى الخطيب يخطب فيصلي الخطيب والناس جالسين ما يصلون يستمعون إلى الأحاديث. كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث بسنة محمد عليه الصلاة والسلام اغتسل وتطيب ولبس جبته وعمامته كان من أجمل العلماء اهتماما بجمال ثوبه وبطيبه ويتطيب وكان يعدل جلسته كان يبسط يديه إذا قال قال عليه الصلاة والسلام من إجلال هذا النبي العظيم الذي ما رأى مالك بن أنس الله أكبر. مات عليه الصلاة والسلام وحياته حياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء لأنه من الأنبياء لكنه من إجلاله كان بعض أهل العلم لا يحدث السنة على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحدث الأحاديث حتى يتوضأ مع أنها لا تجب وكان لا يحدث وهو متكئ. ولذلك أنا شهدت في المدينة النبوية بعض مشايخنا إذا أراد يحدث خنقته العبرة ثم أبعد المركة جنبه المركة يعدل وبعضهم رأيته بعيني إذا كان وضع يده هكذا إذا أراد أن يقص أن يكون أن يقول حديثا بسط يديه ثم قام كالتلميذ الصغير أمامه الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر جميل شيخنا بارك الله فيك. إذا حبنا لمحمد الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم لنا في الدنيا نور وكذلك مرتبطة في الآخرة هناك ثناء من الله على العبد هناك الخير شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إذن هنا وهناك الخير بصلاتنا وسلامنا على محمد صلى الله عليه وسلم ترتقي درجات درجات. إذن فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نعود مع الشيخ سعد العتيق ابقوا معنا. راجعي إنجازات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الإجريات منذ نشأته عام 1413 هجرية ويستمر العطاء بإذن الله. الداخلون في الإسلام 1676 الدروس والمحاضرات 17244 الكلمات التوجيهية 15745 الدورات الشرعية 195 المصاحف المترجمة 47865 توزيع الكتب والمطويات 2,100,001,475 نسخ الأشرطة وتوزيعها 778,547 الجولات الدعوية للجاليات 9,655 رحلات العمرة 97 رحلات الحج 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد توعية الجاليات التعاوني في القريات جزاهم الله خير لهم نشاط واسع في هذا في توزيع الكتب في كفالة الدعاة في كفالة الرحلات الدعوية في التعامل مع الحجاج والمعتمرين الذين يأتون بأعداد كبيرة في إكرامهم في رمضان في تفطير الصائم في يعني عندهم عدد كبير من النشاطات إن أسأل الله لا يحرمهم الأجر. أنا أحث إخوتي وأخواتي على
الوقوف معهم على دعمهم بما يستطيعون من صدقاتهم وزكواتهم. أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الإقريات. وقف بر الوالدين الثاني يصرف ريعه على أكثر من 30 باب من أبواب الخير. طريقة المساهمة في الوقف: ساهم بما تجود به نفسك، ومن ثم ادخل على حساب المكتب في تويتر وقم بإعادة تغريدة للتصميم الخاص بحملة الوقف، ومن ثم قم بنسخ التصميم ونشره عن طريق تويتر والواتساب والإنستغرام والفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وحث المغردين على النشر. غرد أكثر، شارك أكثر، وتفوز بالأجر. وقف بر الوالدين الثاني، صدقة جارية وبر بوالديك. رجعنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومع برنامج فضائل وظيفي وظيفكم هو الشيخ سعد العتيق، ورحب به باسمي وباسمكم جميعا. حياك الله شيخ سعد. الله يحييك. باقي دقائق، احنا ودنا نختم في بعض المواطن اللي نتجه لها انا وكل من يشاهدنا في بالصلاة والسلام على رسول الله. هل في مواطن معينة نصلي على الرسول فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. احبابي، اذا قلنا أنه عليه الصلاة والسلام سبب نجاتنا من الهلكة، وسبب نجاتنا من النار، وسبب وصولنا إلى رضا الرحمن، نعم، فمعروفه على الأمة لا يستطيع أحد أن يرده. ولذلك لا بد أن تعلم أنك في الحياة كلها يجب أن يكون في جميع حياتك وفي جميع مراحلها وفي جميع ليلها ونهارها أن يكون من وردك في على عدد أنفاسك، نعم، أن تكون مرددا للصلاة والسلام عليه، نعم، حتى وأنت تذكر الله بعد ختم الصلاة، ختم الدعاء، ختم الذكر، تصلي وتسلم عليه. ولذلك ورد كما ذكرنا في أول الحلقة أن الدعاء موقوف بين الصلاة والسلام عليه، نعم، لذلك وأنت تدعو بسم الله الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله ثم تدعو، نعم، وعند الختام تصلي وتسلم عليه ثم تقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نعم. فالحمد والصلاة والسلام على رسول الله هي بوابة رفع الدعاء إلى السماء، نعم، وسبب رفع الدعاء إلى السماء، وأكثرنا قبولا لدعائه أكثرنا صلاة وسلاما عليه، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على، ومن مواطنها أن تجعلها في خطبتك إذا أردت أن تخطب. ولذلك ذكر بعض العلم أن من أركان الخطبة أن يذكر أن يصلي عليه الصلاة والسلام، أن يصلي عليه في أولها وفي آخرها. ومنها أيها الأحباب الجمعة، في الجمعة، نعم، ولا تصح الخطبة عند بعض أهل العلم إلا بالصلاة والسلام، نعم، على رسول الله، نعم، عليه الصلاة والسلام، لأنك لست تستطيع أن تصل إلى الله إلا عبر رسول الله. اللهم صل على رسول أنت الآن. الله قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، لكن كيف تصلي؟ لازم أن تذهب إلى السنة، نعم، صلاة المغرب ثلاث والعشاء أربع وهكذا. هذا كله من أين أتيت به؟ هو من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم، عليكم بسنتي وقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحبابي باختصار، الصلاة والسلام على رسول الله على عدد الأنفاس برنامج حياة. الله أكبر. دليل للمحبين، دليل للسائرين، دليل صدق للمستجيبين. الله أكبر. فصلوا عليه وسلموا تسليما. تجب دعوتك ويكفى همك، وش بعد غير كذا يا شيخ؟ اللهم صل وسلم. بس الله الكريم من فضله. طيب شيخنا، يعني اليوم بإذن الله هي سميها حملة الصلاة والسلام على رسول الله، بإذن الله لن نقف دام هذه فضائلها وهذا خيرها وارتباطها لنا في الدنيا والآخرة، فبإذن الله أننا لن ننقطع عن الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم وكالعادة في ضيافة مكتب الدعوة بالقريات، الله لا يحرمهم الأجر، مكتب القريات زعلانين يا شيخ، متضايقين، يستاهلون الرضا، لابد هم جزاهم الله خير، يعني بادروا ودفعوا لأجل أن يكتمل وقفهم، هذا الوقف الخيري، وقف الدعوة، وقف بر الوالدين اثنين، هو موجود في الرياض هذا الوقف في حي اليرموك، والمناشط هناك في القريات، ف14 مليون ما جاهم إلا القليل، فهم يقولون يعني مؤمرين خير عن طريق من يشاهدنا الآن
بأنهم يغطون الوقت كل بحسب قدرته وبحسب استطاعته، فكيف لنا يا شيخ بأن نتقدم ونبادر ونعين الجماعة اللي هناك في مكتب الدعوة في القريات اللي يعملون في الليل والنهار لأجل تقديم رسالة دعوية واضحة نقية؟ أنا اليوم بفضل الله علي كنت في عصري هذا اليوم أمام الوقف، ما شاء الله تبارك، وزرت الوقف حقيقة، ولا كلمتوني يا شيخ خاويكم، ولا المرة القادمة سنزوره كثيرا لأن هذا الوقف يختلف عن العمائر التي حوله أنه لله. يا سلام. العمائر اللي حوله غالبا تكون للخلق للناس، أما هذا البناء فهو لله، ولذلك لا بد أن نحبه لأنه وقف ينفق على هذا الطريق. أحبابي نحن نتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو إمام الدعاة وهو قائد الدعاة. نعم. وهم الآن يدعون الناس إلى دين الله، مكتب القريات في وقفه الجميل يدعو الناس إلى دين الله عبر هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا القرآن يقوله عن رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. أحبابي من دلائل صدق محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام الفرح بنشر سنته. نعم. الفرح بتعبيد الناس لله وتحبيبهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه أحبابي، أحبابنا في مكتب القريات من أجمل يعني مما يميز هذا المكتب، غير الابتكار الدعوي الجميل ورعاية الدعوة بأسلوب رائع تقني رائع، أن الله يسر لهم منفذا، ما يصل من يأتي عن طريق البر عبر شمال المملكة. نعم. منفذ الحديثة توزع فيه الكتب والمصاحف والعشر الأخير، بل إنتاج المكتب هذا أو إنجاز المكتب هذا في من أسلم في أسبوعين 248 كافر دخلوا الإسلام وخرجوا من الكفر إلى الإسلام، إنجاز الرقم هذا. أنا أمر على مكاتب كثيرة، 248 يعجز بعض المكاتب أن يخرجها في أعوام. صحيح. أعوام ليس في أسبوعين. صحيح. يا أخوان إذا كان هذا المكتب يرعى فضائل ويرعى شواطئ ويرعى كل الدورة البرامجية هذه، ليس هذا ترف عندما يرعون هذه البرامج عبر شاشة محافظة وعبر فضاء مختلط بالظلمات فيأتي النور والهداية منه، إنما هم يحملون الهم. صحيح. وتراهم أحبابي، وأنا أقولها حقيقة، هم يتكلمون قبل الحلقة قالوا يا شيخ ترى والله ما جانا شيء، ما جانا شيء، حتى نحن منحرجين أمام من وعدناه أن نسدده وعلينا شروط جزائية، وأخشى أن الوقف بعد ذلك يذهب ويروح ونصير نحن إن شاء الله مأجورين، لكننا يعني متحزمين بالمشاهدين ومتعصبين عصابة رأس ومستفزعين بهم، هذا ديننا، هذا مكتبنا، هذا خيره، هذا هدي نبينا، استفزعوا بنا يا شيخ، قولوا لهم والله إني أعلم أن كثيرا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أن كثيرا من الذين يشاهدون هذه البرامج أن فيهم غيرة وفيهم محبة وفيهم بذل، لكن البعض منهم يعتمد على يقول غيري أو أنا الذي عندي قليل، اللي عندك كثير، القليل أنك يومك ما تساهم. صحيح. يوم أن لا تسجل لنفسك سهما في سبيل الله. نعم. تستطيع 50 ريال أن تتنازل عنها، لو أذهب مجموعة شباب إلى, 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 إلى كافي ما أتوقع 50 تكفيه حتى يباشر. صحيح. على الأربعة اللي معه. صحيح. صحيح. لا يستم، ولو دخل مطعم ما أظن 200 تكفيه، لذلك نحن نقول ضيف الدعوة، لا تضيف نفسك. الله. لا تضيف، ضيف الدعوة، أكرم الدعوة، أكرم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم هذا الدين العظيم الذي يحملون همه. لذلك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الذي دعانا للإنفاق، هو وكتاب ربنا، وتدعون لتنفقوا في سبيل الله، أسأل الله أن يؤتي كل منفق خلفا. اللهم أمين. إذن هذه مشاهدينا نداءات من شيخنا الشيخ سعد العتيق، وقبل الشيخ وقبلي وقبل حديثنا هذا كله، الله سبحانه وتعالى في كتابه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته يقول يعني في كل يوم ينزل ملكان، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، بادروا وأنفقوا مما أعطاكم الله، فالمال هو مال الله، والله مو مالي ولا مالك، الله أعطاني إياه، فأنت أنفقه لله، تقرض الله قرضا حسنا فسيعوضك وسيعطيك الكثير والكثير، وبإذن الله إن كنت مريض أو أحد عندك مريض بإذن الحي القيوم سيشفى مريضك، لكن بادر وتقدم وتغلب على الشيطان، ترى الشيطان يعدنا الفقر، الشيطان يعدنا الفقر، الشيطان يخوفنا يقول لا لو دفعت 100 ريال طيب وش بقالك، لا أن تقهر الشيطان، يبغى نقهر الشيطان وتقدم خطوات حتى نشارك في هذا الوقف، نبغى نفرح الإخوان في مكتب الدعوة بالقريات، هم ما يدعون لأنفسهم، ترى هم يدعون إلى الله، يدعون إلى من؟ إلى الله، لو قالوا أنهم يدعون لأنفسهم ما حد دعمهم ولا نبي ندعم ولا نتكلم عنهم،
لكن هم يدعون لله سبحانه وتعالى، فبادروا وشاركوا وأسأل الله أن يحرمكم الأجر. رقم الجوال ورقم الحساب أسفل الشاشة. انتهت الحلقة يا شيخ، في سؤال الأسبوع الماضي قدمناه والأجوبة وصلت، نأخذ ورقة واحدة حتى نعلن عن الفائز. سمي شيخ. بسم الله. بسم الله. من الفائز بجهاز لابتوب مقدم مكتب الدعوة بالقريات؟ والله يا أخي مكتوب بالإنجليزي SOS. SOS يعني سوس، ها سوس لول. والله نعم سوس لول. سوس أندرسكور لول. هذا موجود على الشاشة اللي يطلع لنا المخرج علشان يعرفون أنفسهم اللي فائزين. الله يبارك لهم وإن شاء الله يستخدمونه في طاعة الله ومرضاه. طيب سؤال اليوم، إيش هو سؤال اليوم يا شيخ؟ اذكر فائدتين أو ثلاث فوائد. أو ثلاث فوائد إيه؟ للصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم. طيب وبارك. اذكر ثلاث فوائد من الصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا حديثنا بالصلاة على رسول الله، وها نحن نختتمه بالصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي بكم بإذن الله الحلقة القادمة، والإجابات ترسلونها على حساب مكتب الدعوة بالقريات. في أمان الله. Mm-hmm.